فرقة القادسية لواء فرسان الحق، عناصر لواء فرسان الحق تقوم بتجهيز دبابة لنقلها إلى أرض المعركة عاصفة الحق في مدينة درعا. يقوم قائد الفرقة بالإشراف على العناصر، تجهيز الدبابة لنقلها إلى أرض المعركة في محافظة درعا عاصفة الحق. بتطول تدور هنا؟ معنا أحد عناصر لواء فرسان الحق يتحدث لنا عن تجهيز الدبابة. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله عم نجهز هاي الدبابة اللي اقتنمناها من نظام بشار الأسد، إن شاء الله متجهين فيها لدرعا لمعركة عاصفة الجنوب إن شاء الله رب العالمين. بكرة صباحا إن شاء الله راح أدق معاكم بإذن الله تعالى. شكرا لك.